أنت السند والعون، فكن لنا نصيرا وظهيرا يا رب المستضعفين يا الله، ويا رب الخائفين يا الله، ويا نصير المظلومين يا الله. اللهم إن لنا أخوة في حمص وفي القصير طغى وبغى عليهم دجال المقاومة وعميل إيران وزعيم حزب الله، اللهم يا رب إنهم جياع فأطعمهم وعطشا فسقهم وعراة فكسهم ومستضعفين فانصرهم وضعيفين فأمنهم. اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان والسكينة والرحمة والغفران. اللهم أنزل عليهم ملائكتك لتنصرهم كما نصرك عبدك محمد. اللهم إن معركة القصير معركة بدر وأحد، اللهم نصرك العاجل غير الآجل. اللهم عليك بطاغية الشام. آمين. اللهم عليك بطاغية الشام. آمين. اللهم عليك بطاغية الشام. آمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. آمين. اللهم أدخل الرعب في قلوبهم. آمين. والخوف في صدورهم. آمين. والهزيمة في نفوسهم. آمين. اللهم شدد جمعهم. آمين. اللهم شدد شملهم. آمين. اللهم أنصر أخواننا في حمص وفي القصير. آمين. اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم هذا دعاؤنا وهذا رجاؤنا وهذا ضعفنا، فلا تردنا خائبين. اللهم قلت وقولك الحق، إن تنصر الله ينصركم، فما خرجنا والله إلا نصرة لك، فلا تردنا عن بابك خائبين. اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم نصرك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فاتي حي شباب. الله اكبر.